رح ننتقل على زحلة، معنا بير إليخ نايسر المتخصص بالأحوال الجوية لحتى نشوف إذا الطقس مكمل هيك أو رح يبلش يتراجع شوي شوي. صباح الخير أبونا وولد المسيح ينعاد عليك. هللويا، ينعاد عليكم، ميلاد مجيد، وإن شاء الله السنة الجديدة بتكون خير على لبنان. حلو أبونا هيك نستقبل عيد الميلاد بالشتاء وبالثلج بس كثير هالقد. والله يا ليك أنا بدي أقول لك، أنت قيم يلي حكيناه بنشرة أنا وياك، كلمة كلمة كله طبق أبونا صراحة. يعني فعلا لما بنحكي شيء علمي أسيف رح أعمل، رح ما بعرف قديش معي وقت. تفضل تفضل تفضل، لأن أبونا قلنا من الساعة 6 إلى 5 نحن على الهواء، يعني الناس ما عم بتعيد بعضها بس عم تحكي عن وضع الطرقات وعم ينقلوا لنا الكوارث اللي صايرة على طرقاتنا. هلا إذا سمعتني بعد فاتح صورة، هلا صار انهيار على أوتوستراد البترون اللي بيطلع على التنورين ومقطوع بالكامل. يعني أنا يعني صراحة بعدني واعي وتفاجأت إنه عندي كتير واتسابات عم بيبعتوا لي الفيضانات، الخراب، الصخور، الأتربة المنزلقة، المدافن اللي رايحة للأسف. ايه عن جد خلينا نبلش نعمل تقييم على هذا الوضع من وقت ما حكينا. بس ابونا بدي اقول لك شيء، انه كنت عم بقول انه احنا كنا عم نقدس بجوني، يعني بلشت تقريبا هلا كان بلش الشتاء قبل، يعني عم بحكيك كمنطقه ساحل كسروان، يعني بعد الساعه 9 بالكنيسه كنا عم نشوف عم نسمع شو عم بيصير برا. تركنا شي الساعه 12 وحدة، يعني طلعت على ميروبة ورجعت نزلت على فرد سحبه، شيء بخوف. كان الطرقات والشتاء ما وقف ابدا ابدا ابدا، يعني ساحة جوني كانت الريجارات، كانت البلدية، موظفين البلدية بالليل عم يشتغلوا، كانت المي عم تطلع من الريجارات، كانت مشاهد مرعبة 100%. نعم. بدي احكي شوي شوي انا وياك شربيل على الوضع اللي صار بهاليومين. تفضل. اوكي، اليوم نحن 26 نهار النهار قد ايه اليوم؟ كان راح صوتك شوي ابونا من عندك من التليفون. اليوم نحن 26 كانون الاول 2019. مزبوط. كنا عم نحكي، يعني انا بنشرتي مع ميراي حكيت كثير اشياء علميه وقسمت لثلاث اقسام، هي الرياح، الامطار والثلوج. وحكيت كمان معك انه الهواء بده يشتد ل 80 كيلومتر بالساعه بالمناطق الجنوبيه، بده يوصل على الساحل اللبناني ل 90 ل 100 كيلومتر بالساعه، وفي موج بحر بده يطلع على 7 امتار. هذا كنا عم نحكي فيه. مزبوط. وهذا اللي صار حرفيا، وخربت الدنيا بصيدا، بسور، بطرابلس، وصلت الامواج بالمينا للثمان امتار كمان. اوكي، هذا القسم الاول انتهينا منه، الرياح حتى بعدها مستمره لليوم الخميس بمناطق ل 90 كيلومتر. نعم. ننطلق للقسم الثاني اللي هو الامطار. الشتاء نحن قلنا لهم وكنا كثير واضحين انه لبنان، وانا قلت لها مع ميراي، لبنان يدخل في قلب العاصفه الاربعاء مساء والتسجيل بعده موجود. مزبوط مزبوط مزبوط. يعني لبنان بده يفوت بقلب العاصفة نهار الأربعاء المساء والخميس وبيستمر لنهار الجمعة. وهون رح نشهد غزارة بالأمطار الطوفانية، لأنه في ناس مبارح صاروا عم بيقولوا لي وين هالأمطار الطوفانية؟ شو هالعاصفة المعفنة اللي حكيت عنها؟ قلت لهم يا عمي طولوا بالكم، ما أنا أعطيتكم مهلة من نهار الأربعاء لنهار الجمعة المساء وللسبت كمان، رجعت مديتها يوم واحد. قلت لكم لبنان بفوت بقلب العاصفة نهار الخميس فجرا أو الأربعاء مساء. وهذا اللي صاروا، اعطيتكم تحذيرات بحسب الرادارات لانه في سحب ركاميه بدها تتمركز على الخط الساحلي، خاصه بين جونب، بين الطيب، بين النعمه، بين الدامور، بين بيروت، وقوه الامطار رح تتخطى ال 70 ملي متر النهار بس الخميس. صحيح. وهذا بيتاخذ بمعدل اعصار درجه اولى بكب امطار وهالقد. نحن بناء على كلامك ابونا كان اليوم عندنا احتفال كثير كبير للجمعيات من ذوي الاحتياجات الخاصه، وانا تواصلت معك وقلت لي ما رح تقدروا تعملوه، كنا مطلعينهم بالتلفريك وعاملين لهم هيك غدا ونشاطات، لغينا كل نشاطاتنا، اجلناها. مزبوط. هلا اللي عم بيصير انه امبارح نهار الاربعاء نهار عيد الميلاد الامطار صارت محليه غزيره، بس ما شملت كل المناطق اللبنانيه. في سبب، انا دغري عملت بوست على البيج، اللي بحب يتابعني على صفحتي بيقدر يفوت على الفيسبوك ديلي ويذر برو فازر إليخ نايسر، بيقدر يتابعنا بكل شيء عم بيصير، او بيقدر ينزل ابلكيشن اسمها بيب اب. نعم. بي اب، وبياخذ النوتيفيكيشنز وكل شيء عم بيصير او بده يصير بالطقس. فامبارح اعطيتهم انا دغري اليرت، قلت لهم في كتله هوائيه سخنه طالعه من مصر وقفت حاجز بوجه الغيوم اللي عم بتفوت،
وفعلا تأخر الفتي لبعض الوقت، وهذا كنت عم بقوله لميراي انه هيدي الغبره ما بين الحين والاخر بدها تأخر الشتي بالمناطق اللبنانيه، الفويس بعده موجود بيقدر يفوتوا. مناطق عكار تأخر الشتي عليها، وصل الثلج لخردبيان لل 40 سنتيمتر، بينما بالارز بعد مش واصله على ال 2100 و2100 لل 10 سنتيمتر. سألت لهم ياس فيه عدو بمناطق العراق وشمال سوريا هو الهواء الشرقي، بده يعيق تقدم الامطار والسحب الرقمية على المنطقه، وبس تروح هيدي العامل هالهواء الشرقي رح تفلت الشتاء بالمناطق بعكار والثلج كمان. ابونا هو كل اللي قلتهم زبطوا، نحن بهمنا من هلا ولقدام. الناس عم تسال اليوم فتنا بقلب العاصفه، نعم الامطار عندنا 70 ملم بس لنهار الخميس. شو يعني بس نقول 70 ملم ابونا؟ يعني نون ستوب شتاء، طوفان، ممكن نشوف فيضانات، السيول حتى بالمناطق الجبلية، جرف أتربة، يعني جرف الحجار كلها سوا. بس يعني نقول نون ستوب يعني تقريبا، يعني مستمرة لأي متى؟ مستمرة للجمعة مساء، بس اعتبارا من نهار الجمعة الظهر بتبلش تخف. نعم. يعني عندك هلا 36 ساعة، هودي البيك تايم تبع العاصفة. 36 ساعة؟ مظبوط، 36 ساعة هيك على فرد سحبة رح تكون تقريبا. نعم. الثلج رح يتدنى لل 1500. بس شو ممكن يصير أبونا ب 36 ساعة؟ هيدا اللي عم نقوله، إنه لبنان بقلب العاصفة، شو بده يصير؟ بده يصير في سيول، بده يصير في فيضانات، بده يصير في الأرض ما رح تبقى تمتص الشتاء، بده يصير في انزلاء. ممكن صخور، ممكن جبال، ممكن أتربة، إنه في وضع خطر منه مزبوط بده يصير. لسبب العالم شوي بدها تنتبه على الطرقات. تفضل. نعم. وهون كمان بدي أذكر إنه الثلج يلي وصل بكفر دبيان امبارح ل 30 40 سنتي، في عندهم اليوم وبكرة حوالي 80 سنتي ثلج على ال 1900 متر، يعني كفات التزلج رح بتكون مثلين نهار الأحد. وكمان اللي عم بينحكى انه في عاصفه ثلجيه ليله راس السنه، هذا شيء بعده منه مؤكد، لانه الرطوبه اللي كانت جايه حتى تضرب الشرق الاوسط بمحل معين خفت، يعني خفت حديتها، خفت العاصفه اللي راح تجي. ممكن نشوف الثلج على 1200 على 1100 متر، بس منا لحد هلا. اي متى فينا نحدد ابونا بالنسبه لليله راس السنه؟ فينا نحكي نهار الاثنين. نعم. نعمل أبديت أنا وياك للوضع اللي بده يجي. نعم. لأنه كانت جاي مبينة على الرادارات أنه عاصفة مثل هيدي، بس انحسرت أو بالأحرى راحت قوتها بالبحر كله سوا. طيب نحن بدنا ناخد منك موعد على الهواء، أنه التنين بتكون مدام ميراي رجعت على الهواء، لأنه الناس قبل، يعني تنكون قبل بليلة، لأنه في ناس كتيرة بدها تطلع على الجبال، تعرف بسبب الأوضاع يعني عم بيحضروا لحتى يجتمعوا سوا الأصحاب والأصدقاء بليلة راس السنة. رح نكون معك قبل بليلة، مش ليلة راس السنة، رح نكون التنين لحتى يعرفوا حالهم إذا بفوتوا بهالمشاريع أو لا. صحيح. نعم. بس بدي أذكر كمان أنه الشتاء اليوم رح يشمل كل لبنان، رح يفوت على سوريا، على الشام، على دمشق، على يبرود، على سدنية، واصل على الأردن بأمطار طوفانية، على إربد، على عمان، على شمال فلسطين. يعني حجم العاصفه امتد على الدول العربيه، بس السانتر هو اللي عم بيكلها لبنان. نعم. هو قلب العاصفه، فان شاء الله ما يصير في اضرار. ونحن على تواصل مع كل العالم، يعني عم ننقل بالصوت والصوره، والمحبين عم نحط لهم هني على الصفحه، وكل شيء عم بيصير عم نعمل له ابديت. يعني فينا تنلخص اللي قلته ابونا، فاذا هلا مكملين على هيدا يعني نفس الشيء ل 36 ساعة. مزبوط. ان شاء الله يا رب، فاذا الله ينجينا من ان شاء الله. في شوية انفراجات ببعض المناطق. نعم. بس اللبد ماشي مثل ما وين بيكون. ابونا اللبد وين رح بيكون باكثر مناطق؟ وين بالمناطق؟ اكثر مناطق هي هو الخط الساحلي الممتد اكيد من طرابلس لشواطئ حيفا بفلسطين، بس السنتر رح بتكون الناعم الدمور بحسب الخرائط اليوم، عندنا سور وعندنا صيدا، عندنا نبطية، عندنا مرج عيون، وشمالا وساحل كسروان وجبال والبترون كسروان المتن، بس أخف من المناطق الشمالية اللي هي عكار. نعم. الدنية وطرابلس. فإذا بالدمور رح بتكون أكتر. مزبوط. نعم. فهيدي المناطق من وسط لبنان، إذا يعني خلينا ناخدها من خط جبيل وبالنازل، في عندي
حوالي 80 ل 85 كيلو متر بالساعه. المناطق المتنيه في سروانيه عندنا 70 ملم اليوم ل 75 ملم. المناطق الشماليه عكار في عندنا بين ال 35 و 45 ملم. نعم. أنا بدي أشكرك بيريخ نايسر المتخصص بالأحوال الجوية من الولايات المتحدة الأمريكية. إذا في شيء لازم نقوله للناس بكرة نحن على الهواء من بين الستة الصبح والثمانية قبل الويكند نحن حاضرين لحتى نكون معك، بتحب تقول شيء نحن عم نختم؟ بدي أقول بس ينتبهوا على الطرقات لأنه اليوم عن جد نهار طوفاني بامتياز. يعني أنا بدي أحييك أبونا، وبس آخر سؤال بقاله علاقة يعني بالطقس، شو سر أبونا مش عم نتباهى بس الاتصال اللي صار نحن وياك الأسبوع الماضي؟ يعني نحن وصلنا من الولايات المتحدة الأمريكية حتى أشخاص كتار، يعني مش نحن بعتنا لهم إياه، يعني كيف عم بيصير التداول هالقد بالمقابلة تبعيتك بكل أنحاء العالم حتى من سوريا من فلسطين من الأردن؟ انتشر بكل الدول العربية، يعني أنا في ناس بعتوا لي إياه من عمان، في ناس كمان بعتوا لي هو من دبي إنه أبونا شو رح يصير عندكم بلبنان؟ قلنا لهم هيدا الواقع، نحن ما عم نهوي. حتى صدقني أنا أصدقائي يعني حكوني من زحلة من حوش الأمرة، يعني عم يبعثوا لهم إياه من الولايات المتحدة الأمريكية، عم يبعثوا لهم المقابلة. طب سرب لما بيكون في مصداقية وفي علم، نعم، وأنت عم توصل للعالم طريقة علمية، نعم، يعني العالم تعودت من هن من سنوات يسمعوا نشرة أخبار ممطر غائم مشمس مثلج، اليوم نحن عم نشرح لهم علميا شو عم بيصير ولوين رايحين، وعم نعطيهم اشياء دقيقه، وقلنا لهم انطروا والايام بتحكم وبتفرجيكم مصداقيه الشغل تبعنا. نعم. فهيدا العالم اللي بدا اياه، وفعلا انتشر بكل الدول العربيه حتى البلاد برا. فليك توقع هيدا كمان الفويس. انا بدي اشكرك ابونا، الله يقويك، وبدي اقول شغله واسمح لي اقولها على الهوا، يمكن انت بتتعرض لانتقادات كثيره لانك رجل دين، بس مش غلط يكون رجل دين، نحن بنعرف انه بيكون عنده اختصاصات، حضرتك تخصصت بالولايات المتحدة الامريكية وهالقد ضليع وهالقد خبير بالاحوال الجوية، بس ابدا ولا يوم بتأثر بالامور الثانية. انا بتابعك، كنت عم تكتب اشياء روحانيات بعيد الميلاد بتاخد العقل، وحضرتك موجود دايما اذا الناس بدها تعرف عليك وين، بزحلة بمارليس بمارليس الطوق، وانت رجل دين يشهد له، بس كمان مش غلط أن يكون عندك اختصاص تاني. تحية كبير لك بير إلي خنايسر.